السلام عليكم. انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم النهارده. انا علي عامر كلينيكال فارماسيست في المستشفى، وهي هتكلم عن جايد لاين الامبريكال انتيبيوتيك بريسكريبشن في المستشفى، اللي هو الامبريكال ثيرابي يعني الانتيبيوتيكس. الله يعزك يا دكتور. الله يعزك يا دكتور، ليا الشرف. بس انا جبت مقتطفات من البراكتس جايد لاينز الانفكشوال ديزيز سوسايتي في امريكا والامريكان ثوراسيك سوسايتي، وبخصوص الانتيبيوتيك بريسكريبشن بشكل امبيريكال. اول حاجه جبت اتكلمت عن النيمونيا، الكوميونيتي اكوارد نيمونيا، وبعد كده النوزوكوميال نيمونيا. الكوميونيتي اكوارد نيمونيا عامه لما بتتعالج بناء على الريسك ستراتيفيكيشن، اللي هو زمان الفيزيشن بيعمل ريسك ستراتيفيكيشن المفروض بناء على النيمونيا سيفيريتي اندكس. في حاجه اسمها الكيرب 65 اللي هو بيقيم حاله المريض من ناحيه الكونفيوجن والوريميا والريسبيراتوري ريت وهكذا، ولكن النيمونيا سيفيريتي اندكس نزلت في الجايد لاينز وبقت معتمده في امريكا لان هي مور سنسيتيف، ولكن بتبقى لسه سبيسيفيك. بنعمل استراتيفيكيشن لحاله المريض بناء على سكورنج سيستم، بندي سكور لكل مريض بناء على كوموربيديتيز موجوده وسن المريض. يعني لو ميت ندي نفس سنه مثلا سكور، لو سنه 40 يبقى 40 بوينت، ولو مريض مثلا ليفر ديزيز بندي 20 بوينت، انما لو في ميل بزود 10 على السن وهكذا بناء على الكوموربيديتيز اللي موجوده بندي سكور. وبناء على السكورنج سيستم بنعمل استراتيفيكيشن لمستويات السكور في الجدول الثاني هناك، ونقيم على حسب الريسك. طبعا ممكن الريسك يبقى لو او ميديوم او هاي، وبناء على الريسك لما بنعمله استراتيفيكيشن ساعتها المريض بيتقيم اذا كان هيتعالج اوت بيشنت ولا ان بيشنت، ولو هيتعالج ان بيشنت هل هيتعالج اوتسايد الانتنسيف كير يونت ولا في الانتنسيف كير يونت. طبعا لما بنحسب السكور من اول سكور 91 المريض هنا بيتعالج ان بيشنت، من 91 ل 130 بيبقى المريض ان بيشنت بس في القسم، يعني في القسم العادي مش انتنسيف كير يونت. انما السكور لو اعلى من 130 المريض ككوميونيتي اكوايرد نيمونيا المفروض يتعالج في الانتنسيف كير يونت. بعد كده المريض الاوت بيشنت لو قررت ان هو يتعالج اوت بيشنت هيتعالج بناء بقى على الكوموربيديتيز اللي عنده. يعني لو مريض ما عندوش اي كوموربيديتيز مثلا زي سي او بي دي او دايبيتس ميليتس او كرونيك رينال او ليفر فيلير مثلا او كونجستيف هارت فيلير او في مالجنسي عند المريض او اميونو كومبرومايز باي شكل من الاشكال، او كان مريض اسبلينيك يعني عامل اسبلينوكتومي، في الحاله دي بدي المريض ممكن اموكسيسيلين فقط. وطبعا البراكتس جايد لاين كانت مش ضايفه الاموكسيسيلين في امريكا، ضافوه دلوقتي. طبعا عندنا احنا في مصر متهيألي الاموكسيسيلين مش هينفع لكميه في اكوارد نيمونيا، مش بيجيب نتيجه. او ندي دوكسيسايكلين الون، او ندي ماكرولايدس زي الكاليثروميسين او الازيثروميسين. طبعا لو المريض عنده كوموربيديتي بقى في الحاله دي انا هغير اللاينز بتاعت التريتمنت، يا اما ادي ريسبيراتوري فلوروكينولون او ادي ماكرولايدس مع بيتا لاكتام انتيبيوتيك. بس الريسبيراتوري فلوروكينولون في الحاله دي هدي حاجات اورال زي الموكسيفلوكساسين والجيموفلوكساسين والليفوفلوكساسين. طبعا السيبروفلوكساسين مش هينفع دي لانه لا يعتبر ريسبيراتوري فلوروكينولون لانه ملوش كفرج على ستريبتوكوكس نيموني ولا ليه اكسلنت لانج بريتريشن. والبيتا لاكتام اللي هختارها لو انا اخترت اللاين الماكرولايد مع بيتا لاكتام يا اما اموكسيسيلين او اموكسيسيلين كلافيرونيت او حاجه من السيفالوسبورينز. نعم يا دكتور. اما بقى لو نختار السيفالوسبورين مع الماكرولايدز فممكن ندي سيفتريكسون او سيفيلوكزيم او سيفيلوكسين. لو المريض زمايلنا فيزيشن قرر ان المريض يبقى هوسبيتالايزد طبعا بناء على السكورنج سيستم اللي اتعمل، فلو هيتحجز في القسم مش في الاي سي يو هندي ريسبيراتوري فلوروكينولون، بس في الحاله دي هتبقى انترافينوس فهندي الموكسفلوكساسين او ليفوفلوكساسين لان الجيموفلوكساسين ما فيش حاجه فيه انترافينوس بيبقى اورال بس، او ممكن ندي ماكرولايد وبيتا لاكتام. بس البيتا لاكتام في الحاله دي هتبقى يا اما سيفوتريكسون او سيفوتاكسيم او امبيسيلين سالباكتام. لو المريض بقى هيتحجز في الانتنسيف كير يونت دي بتبقى الحاله السيفير كوميونيتي اكوارد نيمونيا، هياخد يا اما ماكرولايد مع بيتا لاكتام يا اما ريسبيراتوري فلوروكينولون مع بيتا لاكتام. والبيتا لاكتام هنا برضو بتبقى يا اما سيفوتريكسون يا سيفوتاكسيم يا سيفترولين. طبعا الكوميونيتي اكوارد نيمونيا اول ما المريض بيجي طبعا زي ما الفيزيشن ادرى مني بكتير في موضوع ان هو يقيم الحاله، طالما الحاله لا تنطبق عليها شروط النوزوكوميال نيمونيا هتعتبر كوميونيتي اكوارد. وشروط النوزوكوميال نيمونيا موجوده في اول الالجوريزم ده، ان هو المريض لو ديفلوب نومانيا بعد ما يجي المستشفى 48 ساعه من الهوسبيتاليزيشن تعتبر هوسبيتال اكوايرد، ولو 48 ساعه من الفنتيليشن هتبقى فنتيليتور اسوشيتد نيمونيا.
الالجوريزم المفروض نبداه من تحت خالص، يعني الالجوريزم المفروض يبدا من تحت خالص. المفروض اي مريض بيجي وقيمت ان هو نوزوكوميال نيمونيا هبدا له وان انتي سودومونال انتي مايكروبيال، وان انتي سودومونال انتي بايوتيك يكون لي اكتيفيتي اجينست الميسيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس زي سيفيبين مثلا او زي الميروبنام. طبعا لو انا مش مغطي المرسا، لو المريض مش محتاج كفرج للمرسا لازم اغطي الميسيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس. بعد كده لو المريض في ريسك في المستشفى ان في ريسك للسودوموناس بكتيريا مثلا لو في ايزوليشن اكتر من 10% ساعتها لازم اضيف انتي سودومونال تاني، هيبقى كده 2 انتي سودومونال واحد منهم بيغطي الميسيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس لو انا مش مدي حاجه للمرسا. بعد كده طبعا برضو زي ما قلنا الفيزيشن هيقيمه اذا كان في ريسك للمرسا. الريسك طبعا لو اعلى من 10-20% للمرسا في المستشفى من الايزوليتس اللي بتتعزل من المرضى او من الانفكشن كنترول ساعتها لازم نضيف مرسا كفرج. في الحاله دي هنضيف 2 انتي سودومونال للمريض او ندي 2 انتي سودومونال مع انتي مرسا. طبعا ده بدايه الالجوريزم وبناء على المعطيات اللي موجوده عند المريض وبناء على الفايندنج اللي موجوده في المستشفى من ناحيه الانفكشن كنترول. احنا منتظرين الانتي بايوجرام بحيث ان احنا نعمل سكور شيب في المستشفى او بوليس الانتي بايوتكس، بس حاليا يعني بقدر الامكان عاملين ريستريكتد ليست او كبدايه السكور شيب المفروض يبقى فيه ريستريكتد ليست للانتي بايوتكس اللي هي بتغطي مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز. زي ما عرضت على حضراتكم ان احنا بنوصل للدبل انتي سودومونال بس بيكون من ديفرنت كاتيجوريز، يعني حاجه بيتا لاكتام وحاجه نون بيتا لاكتام مع انتي ميرس. ممكن ابدا بالتريبل ثيرابي دي او الكومبينيشن من 3 انتي بايوتيك مره واحده لو المريض جاي لي بريسك فاكتور من مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم. يعني مثلا لو انا طبيب زميلنا شخصه على انه هوسبيتال الاكوارد نيمونيا هشوف لو المريض على ميكانيكال فنتليتور او في داخل سيستك شوك او واخد الاي في انتيبيوتكس في اخر 90 يوم يبقى ده لازم ياخد دبل انتي سودومونال مع انتي ميرس. طبعا معظم الحالات هنا اهو في المستشفى لما حد من زمايلنا بيسالني بقول له دبل انتي سودومونال وكفر الميرس. اما بقى لو هي فنتليتور اسوشيتد نيمونيا وفي ريسك فاكتور للان دي ار بكتيريا زي مثلا اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم قبل ما يحصل الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا او سيبتك شوك في نفس وقت الفاب او واخد اي في انتيبايوتيك في اخر 90 يوم او يكون المريض بيغسل كلى مثلا رينال ريبليسمنت ثيرابي او كان المريض هوسبيتالايزد 5 ايام او اكتر قبل ما يدخل في الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا ساعتها لازم ادي التريبل ثيرابي اللي هو الدبل انتي سودومونال بس من ديفرنت كاتيجوريز طبعا مع حاجه تكفر الميرس. طبعا لو هاخد انتي سودومونال كفرج في فريست لاين عندي ممكن اخد انتي سودومونال بيتا لاكتام زي سيفتازيديم سيفيبيم ايميبينام ميروبينام بايبراسيلين تازوباكتام وهكذا. السكند لاين انتي سودومونال بيبقى حاجه نون بيتا لاكتام زي الامينوجلوكوسايدس والريسبيراتوري فلوريكونولون. وطبعا احنا هنا بنخاف من الامينوجلوكوسايدس عشان مرضى الليفر بيبقى فيه ريسك ان يحصل لهم ليفر انجري. والحاجه الثانيه ان الامينوجلوكوسايد لو هدي وان انتي سودومونال ما ينفعش اديها كمونوثيرابي، ما ينفعش ادي الامينوجلوكوسايد كمونوثيرابي خالص. لو عايز اضيف ميسيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس كفرج ممكن اضيف الاوكساسيلين او النافسيلين او السيتازولين. لو عايز حاجه للمرسا طبعا البانكومايسين واللينوزوليد. وبالنسبه لنا يعني زي ما حضرتك قلت يا دكتور اللينوزوليد لان هو يعني مور سيف اكتر من البانكومايسين لمرضى الكبد، هو مشكلته على البليتليت فبنعمل مونيتورنج وساعتها لو البليتليت نزل بيوقف. تكمله لحضراتكم الانترا ابدومينال انفيكشن طبعا انا يعني اخذت الحاجات اللي هي ريليتد للجهاز الهضمي. الانترا ابدومينال انفيكشن طبعا الديوريشن بتاعت التريتمنت بتبقى من 4-7 ايام فممكن لو هي كوميونيتي اكوارد طبعا بيقيمها زميلنا الفيزيشن ممكن يدي سنجل ايجنت تمام او كومباينيشن ريجيمين. ممكن يدي سيفالوسبورين بيست ريجيمين طبعا بناء على السيفيريتي بتاعت الانفيكشن لو مايلد تو مودريت او هاي سيفيريتي انفيكشن. طبعا لو هيدي سيفالوسبورين في مايلد تو مودريت هيدي سيفوكسيتين. لو هي هيدي سنجل ايجنت يكون بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز كومباينيشن هيدي الارتابينم او لا عفوا هيدي البايبراسيلين تازوباكتام وده في هاي سيفي او الهاي سيفيريتي انفيكشن. لكن المايلد تو مودريت ما بيبقاش فيه حاجه بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز كومباينيشن. لو هيدي كاربابينم بيزد ريجيمين وهيدي سنجل ايجنت في المايلد تو مودريت انفيكشن الارتابينم. لكن لو هاي سيفيريتي انفيكشن الايميبينام سيلستاتين او الميروبينام او الدروبينام. لو جلايك سايكلين بيزد ريجيمين وهيدي سنجل ايجنت حد من زمايلنا. لو مايلد تو مودريت انفيكشن ممكن التيجاسيل هو مع انه اف دي ابروفد ولكن مش بيتاخد كفيرست لاين. وطبعا عشان حضراتكم عارفين ان هو يعني بيبقى بيرسيرفد للهاي سيفيريتي انفيكشن. اما بقى لو كومبينيشن ريجيمين وسيفالوسبورين بيزد فممكن حد من زمايلنا يكتب لو هي مايلد تو مودريت انفيكشن يدي سيفازولين او سيفتريكسون او سيفوتاكسين او سيفيروكسين مع ميتريدازول. لازم يضيف حاجه تكفر الانروبيك بكتيريا.
لكن لو هي هاي سيفنت انفكشن فهيبقى سيفتازيدين او سيفيبين مع ميكلوديازول، يعني حاجه انتوسودوموناس فيلوسبورين مع ميكلوديازول. لو هو فلوريكونولون بيست ومايلد تو مودريت انفكشن هيبقى الموكسيتروكساسين بس، لكن لو هي هاي سيفيريتي انفكشن هيبقى السيبرو او الليفو مع ميكلوديازول. لو كومبانيشن ريجيمن ومونوباكتام بيست هيبقى بس في الهاي سيفيريتي انفكشن هيبقى زيتريونام مع الميكلوديازول. ف يعني في المعظم يعني او في الغالب ان في الهاي سيفيريتي انفكشن بكفر الانروبيك بكتيريا. طبعا الروتين كالتشر في الانترا ابدومينال انفكشن او الانترا ابدومينال فلويدز نوت ريكومندد لو هي مايلد تو مودريت انفكشن، طبعا ريكومندد في الهاي سيفيريتي انفكشن طبعا ده بخصوص الكوميونتي اكوايرد انترا ابدومينال انفكشن. انما لو هيلث كير اسوشيتد انترا ابدومينال انفكشن برضه الديوريشن الثرابي من 4 ل 7 ايام، ممكن يبقى سنجل ايجنت، وطبعا السيفيريتي هنا تعتبر سيفير لان هي هيلث كير اسوشيتد فهيبقى مفيش ستراتيفيكيشن للسيفيريتي. لو بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز بيزد ريجيمين هيبقى بيبرسيلين تازوباكتام، لو كاربابينام هيبقى دروبينام او ايميبينام سيلستاتين او ميروبينام، لكن لو كومباينيشن وهندي سيفالوسبورين هيبقى برضو انتوسودومونس سيفالوسبورين زي سيفتازيديم او السيفيبيم مع ميتونيدازول، او لو فلوروكينولون بيزد هيبقى سيبروفلوكساسين مع ميتونيدازول، لو مونوباكتام بيزد هيبقى زيتريونام مع ميتونيدازول. تمام. طبعا في ملحوظه عايز اقول لحضراتكم ان ممكن نضيف حاجه تكفر الجرام بوزيتيف بكتيريا زي البانكومايسين. تمام. وممكن لو المريض مثلا عامل ابندكتومي ممكن نضيف السكند جينيشن سيفالوسبورين زي السيفوكسيتين. اخر حاجه عشان ما اطولش على حضراتكم، انا برضو جبت الانتيبيوتيك بروفيلاكسيس في او السيرجيكال بروفيلاكسيس في الجاسترو انتستاينال سيرجري، لو جاستريك او ديودنال سيرجري يعني ادي سيفازولين فقط 2 جرام قبل الاندكشن، مفروض طبعا احنا بندي بعد العمليه فتره طويله، هو الصح ان هو بيتاخد بس 2 جرام. لو بيلياري بروسيجر هيبقى للهاي ريسك بيشنت بس، يعني لو واحد اكيوت كوليسيستايتس او اوبستراكتيف جوندس او كومن بايل داكت ستونز او سنه فوق 70 سنه ساعتها سيفازولين 70 هي سيفازولين او سيفوكسيتين او سيفوتيتان او سيفوتريكسون 2 جرام او امبيسيلين سالباكتام 3 جرام قبل الاندكشن. لو ابندكتومي لو بيرفوريتد ابندكس هيتعالج المريض من 3 ل 7 ايام مش هياخد سنجل دوز، وساعتها برضو هياخد سيفوكسيتين او سيفوتيتان 2 جرام او سيفازولين مع ميتونيدازول. وفي ملحوظه عايز اضيفها لحضراتكم، السيفوكسيتين يكافئ السيفازولين مع ميتونيدازول طبعا قبل الاندكشن. لو كولوركتال سيرجري تبقى بري اوبراتيف انتيبيوتيك بيبقى اورال واي في ريجيمين افضل من الاي في ريجيمين الون، يعني بندي الاثنين روت اوف ادمنستريشن مع بعض، فممكن السيفازولين مع سيفوتريكسون مع ميتونيدازول او سيفوكسيتين او سيفوتيتان او امبيسيلين سالباكتام او ايرتابينام او جنتامايسين او تيبرامايسين مع كليندامايسين وميتونيدازول ده قبل الاندكشن. وممكن يضاف النيومايسين 1 جرام او الايرثروميسين 1 جرام، طبعا دي معلومات بتبقى في اليوم ال 19 وال 18 وقبل العمليه 9 ساعات. تمام. يعني او عفوا قبل العمليه 19 ساعه و 18 ساعه و 9 ساعات قبل السيرجري، او نيومايسين 2 جرام مع ميتونيدازول 2 جرام قبل العمليه ب 13 ساعه و 9 ساعات. وشكرا لحضراتكم واتمنى ان شاء الله.